صباح الخير. شهر تشرين الأول هو شهر مخصص حول العالم للتوعية من مخاطر سرطان الثدي، وفكرة شريط الوردة مستوحى من الشريط الأحمر المرتبط بمرض الإيدز، وتم اختيار هاللون لأنه بيرمز للفتيات والنساء بالعديد من الدول حول العالم. بلبنان أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية بنشاط انطلق امبارح بحرش بيروت ومكمل لليوم تحت عنوان مشوار ما بينتسى. النشاط بيهدف بشكل أساسي لتشجيع النساء والسيدات على القيام بصورة شعاعية. تفاصيل أكثر من تبع بها التقرير لزميلتنا بشرى عبيد. في أختي الله يرحمها مرت بمعاناة كتير قوية وهيك، وهذا اللي خلاني اتحمس واجي كرامة انه بلا ما صير مثل ما صار باختي. بخاف على نفسيتي تتعب اذا عرفت انه معي مرض سرطان، وبخاف على شكلي حتى ما يتغير. اكيد صحتك ابدا، والشعر بيرجع طبيعي، يحو انا بطل عندي بيريوك صار شعري طبيعي وكل شيء بيرجع طبيعي. يعني انا بعد 14 سنه بقدر اقول انه انا عايشه طبيعيه 100%. انه اكيد هذا موضوع كثير مهم، وستون مالادي، انه والاهم انه نحن عندنا امل انه فينا نشفى اول ما نحس فيها، ليه نترك حالنا نموت بالوهم. بين الخوف والوهم رحلة بحث عن أجوبة، قصة وجع وتجارب كتيرة لسيدات بيعيشوا ببلد بيسجل النسبة الأعلى بالإصابة بسرطان الثدي. الحملة الوطنية للتوعية عن سرطان الثدي بلشت بمشوار ما بينتسى بحرش بيروت، والتوعية اللي بترافقك بالمشوار ما بتنتسى، وبتحث على إجراء الفحوصات اللازمة لأنه بحال الإصابة الوجع كمان ما بينتسى. جاي أعمل صورة لأنه لازم أعملها من سنتين وثلاثة وما معي. كتر خير وزير الصحة اللي فكر فينا. نخاف على حالنا، بنصير ما يصير معنا شيء بنصير نخاف على حالنا، نركض قوي بنسعى بحالنا عند الحكم على الفحوصات على الصور على التحاليل. بس جاي اخذ معلومات بتفيدني الي وبتفيد اللي انا بدي اعطيهم معلومات مني. بتعملي تيست انت بتشوفي اذا في شيء انديس، يعني انه في عندك بدايه المرض. المراه انا حسب ما شايف يعني كل مجتمعاتنا صارت تدرك اهميه الموضوع. يمكن يكون عنده وعي بس عندهم استلشاء بالفكرة انه لشو اعمل ماموغرافي لو بيدو بين شي كان بين شي. كتير منيحة وبتشجع كل الناس يعملوها، لانه في ناس بيقولوا لك لا ما معنى نعملها، لا لازم تنعمل. وتجربة اكيد كل ما تسمع حدا مريض تتوجع انه تقولي الله يشفيهم. هلا نحن صرنا بعمر يمكن صرنا لازم نفكر، يمكن وقت كنا شوي صغار هيك ما كنا نفكر كثير بأمراضنا. كل ما واحد كبر وكل ما مثلا عنده دهنية، كل ما عنده بدخن، هولي مفروض يعمل وقاية ويعمل تشيك أب. مشوار لتعرفي أكثر عن الكشف المبكر لسرطان الثدي بالصورة الشعاعية المجانية. مشوار لتعرفي إذا معك سرطان الثدي مين حدك وكيف فينا نساعد. لاقونا بمشوار ما بينتسى، لاقينا أنت وعائلتك بحرش بيروت سبت وأحد 13 و14 تشرين الأول من الساعة 10 الصبح للساعة 6 المساء. طريق الوقاية من السرطان ببلش بالكشف المبكر، وهيدا الهدف الأساسي من الحملة اللي نظمتها وزارة الصحة وقدمت الدعم للسيدات اللي حضروا بدورهم لإجراء الصورة الشعاعية بشكل مجاني، ورح تستمر الحملة على مدى 4 شهور. في أكيد كتير محلات فيهم يجوا ياخدوا معلومات كتيرة من جامعات وجمعيات مختلفة. نحن بس عم نسأل أسئلة للإمرأة اللي بتجي لهون مجرد توعية لإله، لأنه في كتير ناس بتهمل الموضوع. ناس ما سمعين بكلمة ماموغرافي، يعني ما بيعرفوا الماشين شو هي اتسترا، وفي منهم لا تسيمز هن قطعوا بهيك مراحل، بالعكس هن كانوا عم بيعطونا أفكار. كنا مصدومين من الأجوبة، يعني أغلبيتهم عرفوا الأجوبة وحتى صاروا يعطونا إنفو زيادة. في زومبا سيشنز
تنوعي النساء انه بالحركه فينا نعمل نحمي حالنا من الكانسر. اليوم جينا لهالإيفنت وجايبي معي بنوتي وملبستها بينك. يعني أنا مثل ما مرتي كمان دايما ممكن تهتم فيي لحتى تسأل عن صحتي، أنا كمان هيدي من واجباتي، عشان هيك نحن ما منفصل بين الرجل والمرأة بهذا الموضوع. أنا بقول لكل صبية وكل سيدة وكل أم وكل أخت مجوزي أو عزبي إنه الوقاية خير من ألف علاج. انتبهي على حالك، اعملي فحص مبكر. بأول الأسبوع تلقينا اتصالات من سكان الشياح عين الرمانة بيشكوا من تلوث مياه الشرب، والأهالي أكدوا أنه مياه الشرب اختلطت بمياه الصرف الصحي. ورغم مناشدات الأهالي والتخوف من تفشي الأمراض، إلا أنه مناشداتهم ما لقت أذان صاغية. كاميرا أخبار الصباح توجهت لمنطقة عين الرمانة ونقلت صوت الناس. تقرير الزميلة رولا أمين الدين، منتابعه سوا. وماي تمجرير هلا رح شلك هول، وشوفي انا حاطه هول عليه، وشوفي مله خزان مله ماي عم يعطونا اياها. شمي اذا فيك تقربي ولا فيك جربي. شوفي يعني رح نحاول انه نحن نشم الريحه. شم ريحه مجرير وماي عم تجينا. ماي تمجرير مالحة ومالحة. يعني فعلا يا ريت الكاميرا بتقدر توصل الريحة، ريحة مجرير. تعي تفرجي هيدا الماء. يعني نحن بأحد منازل عين الرمانة. ملح على الحل، فينا نشرب منه؟ لا بتلقيها يعني حدوقها تشوف قد ايه مالحة. زدها ماي وسخة. فعلا ماي مالحة كتير. ماي مالحة يعني اللي معه ضغط شو بصير فيه؟ شمي. صرنا منشتري دواء للطبابة وللجلد أكل. حملوا ايدي حساسية. هي السيدة سامية اللي قدرت بدقائق معدودة إنها تنقل الصورة وتكفي وتوفي. وإذا كانت الكاميرا ما بتنقل الروائح للمشاهد، فحرقت هالسيدة ومعاناتها مع مياه الشياح عين الرمانة تستطيع إنها تخبر قصة كل منزل مع مي بتفتقد للحد الأدنى من العوامل الصحية. روائح كريهة، مياه مالحة، وطعم بتشبه كل شيء إلا المي. وبما إنه خير الكلام ما قل ودل، رح نترك الكلام لسكان المنطقة علن يلقوا أذين صاغية. بعين رمان المي كتير مالحة، يعني حتى عم نفرش سناننا الصبح منعبي بكباية مي شرب لنقدر نفرش سناننا، ما فيك تقبليها قد ما هي مالحة. والبانيو بتطلع بتلاقيه عامل صدق. ليكي ها بنقعوا وبنطفوا من ورا مية الملح نهارها. ليكي ليكي كيف هو كلس كلس ملح على الحل. بتطلع ريحتها بشكل مش طبيعي وإلها طعم كمان غريب. يعني بتعرفي انت اذا بدنا نعمل غسل الصحون او شيء عاملينها بس للغسيل، بس ما قلت بس حتى الطعم بس تنشف المعلقه او الصحن كمان عم يعطي. عم نضطر نشتري مي للشرب لنرجع نطهر الجلي. لا على الطبخ ممنوع. لا لا ملوثة ما فينا نطبخ فيها، بنشتري مي شرب لنطبخ فيها ما فينا. بس يعني حمام وعم يهر شعرنا. في جارتنا حتى هذيك يوم تحممت فيها عينها حرام التهبت عينها من مية الملح. نحن اللبنانية من حد الحرية. نحن اللبنانية حطيت فلتر انا، بس كل فتره بغير الفلتر ما عشان بضايقني لانه كثير عم يملح. يا ملح يا كلس وروي حد ما بدك. والزريعه يلي عم نسقي منها المي كلها عم تيبس من ورا ملح المي. اكثر من هيك الزريعه حتى الزريعه لانه مي كثير مالحه
وعم تأذي الزريعة كمان، يعني حتى الخضار يلي عم نحافظ عليه بالبيت ما لح يخلوه. واسمحوا إذا بتسمحوا واستحوا ما بقى تجرحوا، لو زعل أنا بصالحوا حبيبي بالقلب صاير مطرحوا. واسمحوا إذا بتسمحوا واستحوا ما بقى تجرحوا. من مياه عين الدلب اللي بتغذي مناطق الشياح، عين الرمانة، حارة حريك وغيرها، أخذت إلى مركز الأبحاث العلمية الزراعية لفحصها، فجاءت النتيجة كارثية، ليتبين أنه هالمياه تحتوي على مياه صرف صحي ما بتصلح حتى لري المزروعات. ولكن بلبنان كل شيء معقول، فهالمياه بتوصل لجميع منازل المنطقة، واللي مش قادر على شراء مي نظيفة مجبور انه يستخدم هالمياه الملوثة شو ما كانت النتيجة. اخدتك عن مرة لفاجيك المية المالحة اللي ببيتها، مرة ما بتقشع وخيا ما بيقشع، يعني مش منطقة، هاي العالم كلها عم تحترق من المية الدلبة، بتحس المية كلها خمي، كلها كلس، كلها كل شيء. صبر، حدا بيشرب بغسل مي مالح مالحة، يفوت الملح على تمنا، معقول تركينا هيك؟ تركينا الشعب مش حرام عليهم؟ ما بكفيهم تعتير وشحار، بس فينا نحمل، خلصنا لامتين النهاية. الأولاد نبقى عم نحممهم، ضل قلبنا مقطوع كتير المي مقرفة، لا بيرغي دواء لا بيرغي صابون. عندي أنا مرة عمية ما عم تقشع، ما في أشغال، بيشلوها بيستونا من أشغالنا، كيف بدو يعيش هالفقير؟ هني عايشين على آخر طرز من بيوتهم، من كان من عيالهم من أولادهم من رجالهم، كيف هالمنطق يعني؟ هيدا لبسين ما بشربوا من ميتها، عم بشربوا مي فلتر مشترى. كيف قبلانين يشربونا بهالماء ويعطونا مية الملح والوسخ والجي وهن عم بتحمموا مي نظيفة؟ أنا هلا بصح لي سافر في بعد شي، وبعدنا منقول الأرزة، وبعدنا منقول ما بعرف، بلد ما في شيء، لا شغل لا مي، شو بدك تعرفي بعد؟ ما بعرف، سألينا لقلي شو بدك. جمعنا رحلتنا نكون مثل خصون الأرز خصون، جمعنا رحلتنا نكون مثل خصون الأرز خصون، أرض المنحبة من صوم ومنحمل حر. رح نبقى من الشارع اللبناني وتوجهنا لكم بسؤال، مين أذكى المرأة أو الرجل؟ أجوبتكم بهالتقرير من بعد بريك ومنرجع. المرأة أكيد أذكى، أكيد هيك أذكى. لا فشل، لا أكيد المرأة ذكية. المرأة هي حكمة الرجال، هي حكمته بكل شيء، بكل شيء، بالبيت، برات البيت، بالشغل، بكل شيء. أنا بقول أذكى، ذكية أذكى من الرجال. في أبحاث انعملت بتقول أنه المرأة أذكى، كل واحد عنده ذكاء معين. بعرف أيام المرأة بتكون أذكى، أيام الرجال بتكون أذكى. بالطبخ يا أخي بالطبخ. هلا باعتبار مرتي بعيد الرجال أذكى معناتها، إذا هيك لا طالما نقتنا ما بدكم هيك إجباري عندها ذكاء. لا الرجال أذكى بس النسوان أقوى بكل شيء حتى بالحلق. هلا بتشوفنا مرتي الله يخليك. المرأة بتشتغل 100 شغلة مثل المكوك، بتروح بتقوم تنتبه لأولادها، بتروح على شغلها، بتجي من شغلها بتدرس أولادها، ترجع. الرجال شغلة واحدة بيجي بيعملها. لا أكيد النسوان، وغطت النسوان على الرجال، وأنا منهم. اني ذكيه وغطيت على مليون زلمه. باي. في دراسات بتقول انه الرجال اذكى، وفي دراسات بتقول العكس كمان. ما عم بقول لك حسب، في رجال اذكى في نسوان اذكى. ما في رجال غبي، ما في نساء ذكي، ما في اغبياء، ما في انه شيء اذكى من شيء. اكيد النسوان، النسوان اكيد. لانه هيك بنسوق وبنكون عم نحط ميك اب، نكون عم نفكر بغير قصص نفس الوقت، يعني بتربي وبتشتغل وبتهتم بالبيت، ايه كل شيء. المرأة ايه اكيد خي، المرأة أذكى. انا مرتي أذكى، أذكى مني يا خي. صبورة المرأة، حنونة، ام، اخت. مرأة؟ لا 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 اكيد المرأة. تلفزيون سيستيما مركب بتكون مالتي فانكشنال بذات الوقت. واو اكيد النسوان. لا بسوء لا خلص صراحة النسوان. ليه اكيد النسوان. ليه ولو بدأ اثنين يحكوا فيها. It was just hard to keep up who was doing what to who. الرجال والمرأة بيكملوا بعضهم، رجال ذكي والمرأة ذكية، وبيحاولوا دائما يتذكوا بعضهم لحتى يطلع مين منتصر. That's it. المرأة والرجال بيكملوا بعض.
طب ليش عم بتميزوا بين المرأة والرجال؟ أنا برأيي المرأة نعم من أذكياء. شوف لي شي رجال حكم مرة خفي بس بنعد الأصابة اللي الله اللي أذكى مصر تعرف الرجال لأنه الله خلقه غير شي. لو ما المرأة ما كان في رجل تعرف المرأة بشو أذكى شي كيف هتخطط تاخد بصيات جوزها. المرأة لأنه اللي عم نشوفه بالعالم أنه المرأة هي اللي عم إذا استلمت الحكم عم تقدر تحكم بعدل. أنا هي برأيي يعني.